السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأصدقاء بعت لي قال لي الداينامو عنده 2D، فإزاي يخليه بقى 3D يعني ظهر عنده بالشكل دوت. فطيب ممكن الواحد يشرح الطريقة الصح إن أنت تعمل حاجة، إنما لما بيحصل حاجة غلط يعني بتقعد تحط حلول إيه الحاجة اللي حصلت غلط عشان تعمل مشكلة. يعني أنا ممكن مثلا أشرح إزاي تسطب ويندوز، لكن ممكن تجيلك رسالة خطأ، فساعتها تبدأ تحاول تفكر ليه خرجنا عن المسار وطلعت رسالة الخطأ دي. فخلينا نفكر، أنا دلوقتي جات لي الشاشة بالشكل دوت، إزاي أخليها 3D؟ طيب تعال نبص على القوائم اللي هنا، لأن أكيد الحل فيهم. هي كان عندي 3D وأنا خليتها 2D عشان أوريكم إزاي نخليها 3D تاني. عندي فايل إيديت فيو باكج، طيب أنا ارشح انها تبقى موجوده في الفيو، لان ده احنا بنتكلم على المنظر فهو فيو. تمام. طيب هنا عندي زوم، اكيد لا بان لا، فنزلت لقيت باك جراوند 3D بريفيو، فاقول له ايه افيلبل بريفيو باك جراوند بريفيو، رجعت 3D كده المشكله اتحلت. بس انا حبيت امشي معاكم بالخطوات الواحد فكر فيها عشان يوصل لحل المشكله دي.